السلام عليكم خواتاتي، اليوم راكم مع مطبخ ام البنات. اليوم جيتكم بوصفه اقتصاديه وسهله، نديركم شوربه تاع الكوغاي، العدس الاحمر. يقول كاين يقول العدس الاحمر، كاين يقولوا الكوغاي. شوربه سهله تستحقوا فيها حبيبه زروديه راني مقطعتها، حبيبه بصل راني مقطعتها، ماشي تقطعوها رقيقة ولا قطعوها خطأ نرحي تترحى، وثلث سنينات الثوم، مرصو تاع زبدة تستحقوا فيها توابل تاعها، مغرفة صغيرة تاع زنجبير، نص مغرفة صغيرة تاع الكركم، والملح طبعا الملح، وتسحقوا فيها غرفة كبيرة تاع طماطيش مصبرة. ومن بعد طريقة واحدة أخرى، وباقة عطرية فيها قصبر نعناع معدنوس وزوج وريقات الرمد. نروحوا للتحضير. هنا من بعد ما درت مغرفة كبيرة تاع الزيت، ندير موصو تاع الزبدة، كلش بارد في بارد، حبيبة تاع البصل، وسنينات الثوم. راكو تشوفو راني ندير كلش بارد في بارد، حبيبة تاع الزروديه، والعدس تاعكم من بعد ما نظفتوه وغسلتوه قطرتوه من الماء، ديروه هكذا هنا، نزيدولو الورقه العطريه تاعها، التوابل زنجبيل وكركم والملح، وغرفة هكذا صغيرة وشوية، ونشوفو من بعد هذا ما نديرو. نمرقو شوية بالماء بارد هكذا هكذا، قيس واحد نص ريكلة وخلوها تغلي ويطيب. بعد ما درت لها هذيك نص ريكه تاع الماء تاعها هايلي، نخليها تغلي طيب، هي راهي طيب، وانا نروح نوجد لها لاصوص. هنا راني درت في المقله تاعي مغرفه زيت ماشي معمره، موصو زبده، نخليه يذوب مليح مليح مليح، وندير له زوج مغارف تاع ماكله، زوج مغارف تاع ماكله تاع فرينه، ونخدمها كي شغل راني نخدم اون صوص بيشاميل. نخدمها مليح، نطيب ديك الفرينه، خليهاش خضره باش ما تجيناش فيها بنه الفرينه، طيبوها مليح مليح. من بعد كي طيب مليح ديك الفرينه، زوج مغارف تاع ماكله هكذا غامرين، نزيد لها هاد المغرفه تاع تاع الطوماطيش، نزيد ندوبها، نخدمها شويه شويه شويه، نزيد لها نص كاس ماء، ونخدم تولي ليكم اون كريم بيشاميل، وهي فيها طوماطيش والزبده والفرينه. من بعد ندير لها شويه ملح وشويه تاع القصبر مرحي، والنعناع يابس نحتته بيدي النعناع، من بعد نوريكم طريقه التحضير في الفرن. من بعد كي طيب هذيك لاسوب تاعي، ميكسيها نرحيها، نرمي لها هذيك لاسوب. من بعد ما الشوربه تاعنا راهي طيب، انا جيت ندير لكم دوك نبدا في الخبز الفيسال، خبز الفيسال يرافق هذيك الشربه. نبداو باب تانيك، نبداو نخدمو. عندنا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره سكر، مغرفه صغيره تاع قهوه كمون، مغرفه صغيره تاع قهوه ماشي معمره زريعه الكتان كي تشوفوا فيها، مغرفه صغيره تاع الجنجلان، والملح والفرينه والماء دافي، ما نلمو هذيك الفرينه. دوكا نسبقو نديرو هذيك الخميره والسكر هايلك، نخدموها نديرو لها شويه ما دافي، نديرو شويه تتكهرب، خليناها هكذا شويه. من بعد نزيدو لها هذيك المغرفه تاع الكمون والزراره زريعه الكتان والجنجلان، نحطوهم هكذا. بعد نديرو الملح،
ملح، هاي لك واحد المغرفة صغيرة وشوية ماشي بزاف، خلطوهم مليح. من بعد نبدا نلمو فيها بالفرينة تاعنا، فرينة راني من بعد ما غربلتها قبل ما نستعملها، نخدموها هكذا غير بالمغرفة، كي نلموها شوية نستعملو يدنا. هيا نخدمو دوك شويه مدافي غير بشويه بشويه. بعد ما لمينا هذيك العجينه غير هكذا شويه غير بصباطينا هكذا غير بشويه، ما نخلوهاش ما نشفوهاش، خلوها شويه جاريه تتلاصق دوك تشوفو الطبع ديالها. هكذا هذا هو العجين ديالها، نعجنوها غير شوية ماشي بزاف. شوية طريلة هلا هكذا، نسلكو يدينا من العجينة هادي لاصقة هكذا هلا، نلموها ونخلوها تخمر خطرة الاولى، بان نولو ليها ديغازيوها خطرة تانية، خلوها مام با خمس دقائق، واحد الخمس دقائق هكذاك نوريكم. من بعد كي نلمها نديرها دوقا هكذا خلوها كي تشوفو طبعا نحكمها نديرها نغطيها. بعد ما لميتها هكذا شوفوها كيف القوام تاعها كيف راهو، ماشي جارية وماشي ناشفة. نحكم كيس بلاستيكي تاع الخبز تكون دقيقي فارغ، نغطيها هكذا نغطيها ونزيد لها طريشنا ها من الفوق ونخليها تخمر. بعد ما طابت لنا الشربه راني نحيت هذيك باقة عطرية نحيناها ونميكسيها نميكسيها كامل مليح، هذيك الزوجية والبصل والثوم والترحال ميكسيها مليح ومن بعد نولي ليكم. بعد ما رحينا الشربة رحيناها ومرقناها غير شوية وخليناها تغلي، أنا وليت ليكم لهذيك الطوماطيش اللي قلت لكم مصبارة، أنا درت موسو تاع زبدة مرسو صغير ولي مغرفة كبيرة تاع ماكلة، هنا يدوب مليح ندوبوها تا تدوب تماما ديك الزبدة، تدوب مليح مليح من بعد ما درت هذيك الزبدة يذابت. أنا درت هنا مغرفة كي تشوفو مغرفة كبيرة تاع فرينة ونقعد نحرك ونخدم هذيك الفرينه نطيبها كي شغل راني ندير ان روبلون ولا ندير اون صوص بيشاميل هكذا. طيبو هذيك الفرينه مليح مليح طيبوها، خلوهاش ما تجيش ديك البنات على خاغي الخضره، ننقص شويه النار خليها طيب غربها هكذا، قعدو تحركو طيبوها مليح 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 هي راهي طيب. حنا نحركو منوقفوش على التحراك هكذا باه طيب وتجي بنينة، بعد ما طيب هاد الفرينة مليح مليح نزيدولها هاديك المغرفة تاع الطوماطيش مصبرة، وأناني درت نص مغرفة تاع الدرسة، واحد اللي يحبها حرة واللي ما يحبش ولادو ما ياكلوش الحر ما يديرش هذيك الدرسه يدير غير طوماطيش مصبره. حنا ما درت الملح شويه برك ما جيناش نسوسه هاد لاصوص، طيبوها غير شويه هكذا حتى تنشف راكو تشوفوا حتى ولا كيف ولات هذيك الخليط تاع لاصوص تاعها تاع الطوماطيش والفرينه والزبده هكذا. طيبوها مليح دوقاتك مباشره هكذا غير نطفولها نطفولها نروحوا للقدره تاعنا.
هي تغلي، حنا نزيدو في هذيك لاصوص، هذيك لاصوص تاعها، هذيك الطوماطيش والفريره الزبده اللي طيبناها. دوك نحكموها ونقعدو نخلطو هكذا هكذا باش تجينا فلوتي، ولا داك النار قليله هاكو نقصين النار عليها، نقعدو نخلطو مليح حتى تذوب هذيك وتندمج مع هذيك لاسوب مع دوك الخضر اللي درناهم. نعاودو نولو الكوغاي والزروديه والبصل والثوم، هذا ما كان ما درت ديك الطوماطيش رحيتها شويه باش تدخل مليح ما تقعدليش كتل مع الفرينه، رحيتها شويه يعني ما حبيتش نزعجكم بهذاك الصوت، ونخليها دوك تغلي شويه طيب لي واحد 15 دقائق برك، هذا ما كان نطفي عليها وتشوفوها في طريقه التحضير ان شاء الله في طبق التحضير ان شاء الله. هاني وليت لكم العجينه، شوفوا من بعد ما خمرت خطا الاولى ديغازيتها واني زدت وقدرتها خليتها خمرت واحد 5 دقائق، هاني عاودت وليت لكم. دوك نبداو نفاسوني فيها هكذا، فاسونيها دي فيسال صغار 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 هكذا، قطعوهم قطعوهم صغار قد ما نصغرو نقولو قليل باه يجو دي باقات صغار ما فيهمش البابا ما فيهمش. فوالا فوالا نسقولي هنا معليش. بعد ما قطعتهم نخدمهم هكذا دي بتيت بول هكذا، نخدمهم نديرهم دي بول نخليهم يخمروا غير شويه، ما بيد نخلص هكذا يا الفاصوناج وما تبان نحربشهم. بعد ما كورتهم درت لهم هكذا ساشي وخليتهم يريحوا، ونبدا نحربش حربش دي باغيت رقيق رقيق قد ما ترققوا مليح باه يخمروا باه يجوا دي باغيت تاع لي سوب ما فيهمش البابا. فوالا نحطهم يخمروا هكذا، نزيد نكمل معكم وحده نكمل معكم نخلوهم يخمروا، ومن بعد كي يخمروا بادي جونيهم نوري لكم كيفاه بادي جونيهم قد ما نديروهم رقيق قليل هكذا. من بعد ماني فاسونيتهم درتهم دي باتوني كامل متساويين ورقاق باسكو يخمروا شويه، نغطيهم بطبشونه خليهم يخمروا ومن بعد نعاود نولي لكم. رجعنا لكم للخبز نشوف هاو خمر هاو خمر مليح بادي جوني واه بالصفار بيض ومغرفه صغيره تاع ما تاع قهوه حليب بادي جونيهم غير هكذا هكذا بادي جونيهم ديروا لهم الصفار وشويه حليب بالحليب درنا بين حيديك السفوريه تاع البيض ما يجيش فيه ريحه البيض. كاين اللي يدير الخل الابيض كاين اللي يحب يدير الحليب، هذه هي. من بعد ما درت لهم صفار البيض كاين اللي يحبهم بالجنجلان كاين يحبهم بالسانوج، انا ندير حبيبات بالجنجلان حبيبات بالسانوج ندخلهم يطيبوا من بعد نولي لكم بعد اللي يطيبوني نولي لكم. من بعد ما وجد الطبق تاعنا تاع شربه العدس هاي ليك موجده واجده، درت لها قطيره زيت الزيتون اللي يحبها واللي يحب يدير واللي ما يحبش ما يديرش كاش مشكل، شبحتها بشويه معدنوس. وهاو الخبز الفيسال اللي وجدتو معاكم، كاين اللي بالسانوج كاين اللي يحبو بالجنجلان يديروه يرافق هاد لاسوب ومليح للدراري. وما تنساوش تشاركوا في وتكليكيو في لاكلوش وتابونيو معايا، ويعطيكم الصحة والسلام عليكم، شهية طيبة.